عيش الصراحة، بس هنعملها بعجين البابا. بدل ما نستعمل العيش هنستعمل عجين البابا. عندنا هنا بالنسبة لعجين البابا عندنا 250 جرام دقيق، يكون دقيق خبز أو دقيق بيتزا، 190 جرام بيض، 4 جرام ملح، 40 جرام خميرة، 60 جرام سكر، و 140 جرام زبدة. بالنسبة للشربات عندنا 500 مليلتر مية، 50 جرام عصير ليمون، 40 جرام شربات ورد، و 550 جرام سكر، وعندنا شربات ورد زيادة لو عايزين بس نخلي اللون بتاعه أقوى شوية. بعد كده عندنا الماسكربوني بالقهوة الخضراء، 350 جرام كريمة، 100 جرام صفار بيض، 75 جرام سكر، 50 جرام قهوة عربي سريعة الذوبان، لا قهوة عربي مش سريعة الذوبان، احنا هنعملها وهنصفيها، 30 جرام جيلاتين، 350 جرام ماسكربوني. بعد كده عندنا كريمة الماسكربوني السادة، 350 جرام كريمة، 100 جرام صفار بيض، 75 جرام سكر، 15 جرام مية ورد، 30 جرام جيلاتين، و 350 جرام ماسكربوني. وآخر حاجة عندنا كريمة الموارد، هيبقى عبارة عن 200 جرام زبادي يوناني، 200 جرام قشطة كريمية، وواحد معلقة صغيرة سكر بودرة، وواحد معلقة صغيرة مية ورد. هنبتدي بعجينة البابا. هنحط المقادير كلها مع بعض ما عدا الزبدة. احنا مستعملين دقيق الخبز او دقيق الجلوتين بتاعه عالي، وبالتالي نستفيد بيه وهنقويه باننا هنضربه فترة قبل ما نضيف الزبدة، لان زي ما احنا عارفين الزبدة بتغلف حبيبات الدقيق، وبالتالي بتمنع بطبقة الجلوتين او خيوط الجلوتين ان هي تقوى. فعلشان كده هنضرب الدقيق الاول كويس قوي، وبعد كده هنبتدي نضيف الزبدة شوية شوية. وأفردهم في الصينية، هي طبعا فيها خميرة فهترجع تخمر، فيعني ما نفتكرش ان كمية كده قليلة، وطبعا هنسيبهم على جنب يخمروا، وبعدين بعد كده هندخلهم فرن بدرجة حرارة 190، وهيقعدوا في الفرن حوالي 20 دقيقة. ودلوقتي نكمل مع بعض بقية الوصفة. هناخد مقادير الشربات هنحطهم على النار، هحط السكر، المية، وعندنا عصير ليمون وشربات ورد علشان يديله اللون اللي دايما بيبقى عيش السرايا واخد لون محمر كده. وعندنا هنا شربة ورد زيادة لو حبينا نتقل شوية اللون. نبتدي دلوقتي نعمل حشو الماسكربوني. هاخد الصفار والسكر هخلطهم مع بعض، وأحط الكريمة على النار. هحط معاهم الموارد وأول ما يغلوا هحط نصهم ونرجعهم تاني على النار.
وطبعا مش هنخليهم يغلوا، هنخليهم لحد درجة 85 بس عشان ما عندناش ولا نشا ولا دقيق. وكده هما خلاص وصلوا الدرجة المظبوطة، حطهم مع الماسكربوني ومع الجيلاتين. ونخلطهم مع بعض. وفي الوقت ده نضرب صفار البيض مع السكر. هناخد مصفى علشان اول القهوة ما تغلي مع الكريمة، نصفيها وبعد كده نعمل كريمة انجليز القهوة العربي. اوكي ابتدت تغلي، نبتدي نصفيها في الحلة التانية. تأكد ان الكريمة كلها نزلت. وطبعا هندخله الفريزر ويبقى فضل لنا اخر حاجه اللي هي كريمه الموارد. وكريمه الموارد مجرد ان احنا بنخلط كل حاجه مع بعض الزبادي، عندنا قشطة معلبة، سكر بودرة، هاخد أول قطعة من البابا نحطها في الطبق. هنجيب موس الماسكربوني، هنحطه عليها. هنجيب بعد كده موس القهوة العربي، واخر حاجه كريمه المزهر. نسويهم وهنجيب الطبقه الثانيه من عجين البابا اللي شربناه بالشربات، هنحطه فوق. هنبتدي نجيب شوية من القشطة البلدي، هنحط حوالين عيش السرايا، دايما بيتقدم بقشطة كتير. هنحط شوية شربات فوق الوش. وبعدين نجيب ورد ونبتدي نزين بيه
عايشة سرايا،